السلام عليكم ورحمه الله. متتبعين قناه خديجه ام فاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل لا نبداو ان شاء الله نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متتبعين الاعزاء والغاليين، اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم مربى او الكوفيتير ديال البرتقال اللي كيجي رائع جدا. الليمون المنداري كيجي زوين بزاف، تبعوا الطريقه ديالي وغادي يعجبكم، ولي معتمد عندكم بدون مواد اضافيه، بدون مواد حافظه، فكيجي زوين بزاف. كنوجدوه على يدينا، كيجي رائع رائع بزاف. وحتى الطريقه ان شاء الله اللي صايبتوا بها غادي يعجبكم، اللي هي بسيطه جدا، وغنوريكم كيفاش تحتفظوا به سواء داخل المجمد سواء خارج المجمد. غنوريكم كيفاش تحتفظوا به مده اطول، وكيصبر معكم، كينهك. كنديروه كيجي زوين صراحه، احسن من نشريوه على من على برا كيكون فيه مواد اضافيه، دي حاجه معروفه. كنديروه هكا في خبيز كي تشوفوا معايا. نمشيو على الطريقه والمقادير ان شاء الله، نوجدوا مع بعضياتنا. هنا عندي 2 كيلو ديال الليمون المندرين كي تشوفوا، هاد الليمون الماركه ديك كليمنتيا او كليمنتي. هاد الليمون هذا صراحه جبته بثمن 2 ديال الدراهم فقط، هاد الليمون هكا صغير، فجبته هكا قلت صافي غادي نديرو مربى او كوفيتير. هنا ما بغيتش نطول لكم لا فيديو، راني نقيته غير خليت هادو نوريكم كيفاش. هنا كننقيو الليمون، نحيدو داك الخيوط البيضين من برا ومن داخل، هادو كيعطيونا المروره. وهاد الليمون ما لقيتش فيه صراحه العظومه الا مع 2 عظيمات ولا شنو اللي لقيت، هذا فقط يعني ما فيش العظومه وصدق لي حلو، فما غاديش يستاهل لنا الليمون سكر بزاف. غنوريكم شحال درتيه بالضبط. هنا احتفظت بواحد 2 قشور ديال الليمون اللي غادي نغليهم، ندير عليهم واحد الكاس ديال الماء ونغليهم تقريبا مده ديال واحد 5 ديال الدقائق. من بعد ما يغلاو نخلي ما يغلاو 5 ديال الدقائق، وكنتخلصوا من داك الماء ونحتفظوا غير بالقشره اللي غادي نطحنوها. هنا 2 كيلو غادي نفرقهم على 2، غنطحنهم في مونينيكس. هنا كنحاول عاوتاني نتاكد لحد يكون شي عضيم، وهذيك الخويطات كنحيدهم بالمره، كيعطيونا المروره اخواتي، ما كيجيناش الكوفيتير مزيان. هنا غادي نطحنوه بدون حتى نقطه ديال الماء نهائيا اخواتي، وغادي نطحنوه كيف كتشوفوا معايا. هذاك راه غادي يغلي، ومن بعد غادي نتخلص من هذاك الماء ونحتفظ غير بهذيك القشرات. علاش غادي نديرو فيه هاد القشور؟ بحال هكا نركزوا هذاك الكوفيتير او المربى كيجينا مركز. صافي كنطحنوه كي تلاحظوا معايا، هو راه فيه الماء يعني بلا ما ديرو، هذا راه هو فيه الماء كيطلق وكيطحن في ساعة في ساعة. المونينيكس طحنوه مزيان اخواتي، كاين اللي ما كيطحنوش ولكن تيبقى داك الطروفه وعاد كيطيب، ممكن عاد طحنوه. لا طحنوه بحال ما هكا راه كيجي زوين اخواتي، وغزال بزاف وما كيديش المده بزاف ديال الطياب. وكذلك كيجينا هكا مطحون، ما كيجيناش فيه داك هذوك ديال الليمون، ما كيجيناش فيه نهائيا. صافي هنا قسمته على 2 مع حيت 2 كيلو وطحنتهم. هنا غادي نحيد داك الماء كي تشوفوا معايا، وغادي نطحن هذوك القشور، طحن عاوتاني مزيان. كنركزو كيجي عاطي واحد المذاق ديال الليمون رائع جدا. ممكن ديرو حتى بالليمون داك الكبير النافيل حتى هو ديروه به، بالنسبه للسكر على حسب. انا هاد الليمون لقيتو صراحه حلو، بغيتو ديرو الحامض دير واحد العصير ديال الحامضه، ولكن غادي تستهلكو السكر اكثر. صافي من بعد ما كملت كل شيء درتو في الطنجره فاش غادي نطيبوه. انا 2 كيلو اللي احتاجيت 600 غرام ديال السكر، 600 غرام ديال السكر. علاش؟ كان ممكن ندير اكثر، ولكن راه الليمون حلو، كليمنتيا معروف هذاك اللي ديك الماركه راه كتكون حلوه. هنا كنخلطوه قبل لا نحطوه على البوطه باش ما يشدش لينا ديك الطنجره لتحت، كنخلطوه بالمعلقه هكا، وعاد غادي نشعلو عليه النار او البوطه. الاول تنخليوها هكاك مجهده، اين فوا كتغلى لينا الطنجره صافي كنقصوها، وكنبقاو بالتحريك يعني مره مره وكنحركو مره مره وكنحركو، من يدزنا حداه كنحركو. هنا انا المده ديال الطياب داليا تقريبا واحد ساعه وربع ديال الطياب. هنا كيف قلت لكم غير كتغلى لينا هكا كنقصوا النار، وكنحيدو هذيك الكشكوشه، كندير واحد 2 عويدات ديال القرنفل، وغنديروا حنا نص معلقه تقريبا ديال البودره ديال الزهر. ممكن ديروا ساشيه ديال الفاني كتعطينا اللذه، ولكن هذا الزهر تيجي احسن. كنحاول نحيد هذيك الكشكوشه، هي كتجمع لينا غير بوحدها هكاك،
كنحيدوها، ما كتجيش مزيانه في المربى او الكوفيتير حاولوا تحيدوها مره مره. ملي كتجمع لنا كنحيدوها، حتى تنحيدوها كامله، راه دغيا دغيا كتجمع صافي. وكنبقى كل مره نحرك، كل مره نحرك. كيف قلت لكم المده ديال الطياب راه ساعه وربع، اللي دالي انا على نار اللي هي مهيله وطابع على خاطرو، ساعه شويه شويه. وكنحرك كل مره شويه كنحرك باش ما يشدش لينا لتحت وصافي. ها انتم كنحيد الكشكوشه، ما تسدوا عليه في طنجره لا حتى شي حاجه، خليوه هكا عريانه باش ما يفيضش ليكم. صافي كيجي زوين اخواتي. يعني ممكن هكا حنا كنمشيو نشري غير هذاك الكوفيتير اللي كيكون رخيص اللي كنديروا الحلويات مثلا، راه دايروا قلا شي 7 دراهم، القراعه صغيره ماشي تقدها القراع اللي غندير فيهم انا، وفيه مواد اضافيه وما عرفناهم باش دايرينه. هنا كنديروا على يدينا، كنحتاجوا بزاف ديال الوصفات. ممكن كنديروا الوجه ديال البسبوسه في الحلويات، في بزاف ديال الاشكال ديال الحلوى اللي كنديروا فيهم المربى. ها انتم اخواتي، انا كان طاب ليا من قبل ما كنتش مساليه وحيدته على النار، ودابا بغيت نوريكم. يعني ها انتم كيف كتشوفوا وصلنا لهذا القوام، هو راه تينقص حيت تيبقى يطيب غلا وينقص. هنا القريعات من راني عقمتهم، الطريقه ديال التعقيم اخواتي راه معروفه. كنشدوا القراعي كنغسلوهم طبيعه الحال في الاول بالماء والصابون وجافيل، من بعد كنديروا الماء في الطنجره ونحطوه يغلى ونديروا في ديك القراعي مع الغليق ديالو طبيعه الحال مده ديال 20 دقيقه تقريبا هما كيغلاو. من بعد كنحيدوهم كنحطوهم فوق من واحد الشبكه يتسقطروا، ما نمسحوهمش خليهم يتسقطروا. من بعد حطيتهم على داك المنيديل باش يتسقطرونا مزيان هما والغليق ديالهم حتى ينشفوا لينا تماما. هنا عاد غنديرو في القراعي، انا حاولت نعاود ندفيه باش نديرو في القراعي وهو سخون او دافي. علاش؟ باش ما يدخلش ليه الهواء نهائيا. اخواتي القرعه كنعمروها مزيان وكنقلبوها على الغطا ديالها كنحطوها باش ما يدخلش الهواء نهائيا. هاد الطريقه هادي راه مصحاب مربى راهم كيديروه واخا ما كيسدوا بهذاك لومبالاج ديالهم وعندهم المواد الاضافيه، ورغم ذلك على الاول راه كيحطوا القرعه مقلوبه. كنعمر القريعات ديالنا هكا بشويه، هذوك العويده ديال القرنفره ما حيدتهمش خليتهم يعني في الكوفيتير. كنعمرو هكا مزيان حتى يوصلنا هكا للغطايه، وكنسد الغطايه مزيان باحكام هاد القريعات. واخا يكون عندكم انواع مختلفه، انا هاد القريعات ديال العسل ديال المربى ديال الطماطم كيكونوا زوين صراحه دوك القرايع. علاش؟ حيت كيتسدوا لينا مزيان باحكام، كيتزيرونا بالسدان. ها هما انا صراحه ما كنفرطش فيهم، كنحتاجهم هكا الكوفيتير ولا شحال من حاجه صراحه كنحتاجهم فيه. هكا كنسد مزيان، سدوا قلبوها على الوجه ديالها بحال ما هكا وخليهم. غادي نخلي ما نباتوا حتى الغداء ان شاء الله ونوريكم كيفاش جا. هنا عطاني ما شاء الله جوج ديال القراعي ونص، ما شاء الله كنبغيو نشريو راه تيكون غالي. هنا كيطيح لنا ارخص، الا لقينا هكا شي فاكهه هكا رخيصه فكنجيبوها نديرو بها المربى على يدينا. كنعرفوا روسنا شنو دايرين، حاجه بدون مواد اضافيه وحاجه نقيه. وهنا من بعد ما باتوا ليله كامله عاد غنفتحهم ونوريهم لكم هما مقلوبين على الوجه ديالهم. غادي غير نوريكم نعاود نقلبها، كنحطهم هكا يعني اي سوا في مجمد سوا خارج مجمد ما تيوقع لهم حتى شي حاجه اخواتي، كيجي عاقد ورائع جدا. نتمنى تعجبكم طريقتي وديروها وتكتبوا لي في التعاليق ديالكم، وحتى لنا تيكون لا فيديو ديالنا سهله. نتمنى نلقاكم نتوما في احسن حال واحوال، وتهلاو في راسكم بزاف بزاف، ورمضان كريم، والسلام عليكم.